سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير من تعبد واتقى وعلى آله وصحبه السادة الفضلاء المجباء صلاة وسلام نسعد بهما يوم الجمع واللقاء وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الرحلة إلى البقاع المقدسة إلى مكة والمدينة هي من أعظم ومن أقدس ومن أمتع الرحلات التي يقوم بها الإنسان في حياته. المسلم طبعا لا شك أنه يعلم يقينا أن مكة والمدينة مهبة الوحي. مكة والمدينة هذان المكانان العظيمان المقدسان اللذان نزل فيهما الوحي. طبعا عندما يتذكر المؤمن وعندما يعني يجور لخاطره تلكم الذكريات وتلكم الحكايات وما عرفه وما وقف عليه من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته في مكة وبدء دعوته ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كل تلك الذكريات وما سمع يعني المسلم في حياته من يعني مراحل ومحطات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كل ذلك يبقى في المخيلة وفي العقل، في العقل الباطني وفي القلب. وكلما رأى ربما المسلم وشاهد الكعبة المشرفة
عبر قنوات التلفزيون أو كل ما سمع حديثا عن البيت العتيق وعن مكة، كلما إذا يعني اشتاق وتحرك وجدانه وقلبه وتشوفت روحه إلى زيارة ذلك المكان، سواء كان ذلك مكة أو المدينة. يعني كلاهما قطبان ينجذب الواحد منهما إلى الآخر. فمكة هي طبعا مكان بداية الدعوة، وهو المكان الذي نبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه عليه الوحي، وهو المكان الذي آمن فيه تلكم الثلة الطيبة المباركة من السابقين الأولين الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى الاتباع وعلى نصرة هذا الدين. ومكة طبعا فيها البيت العتيق، فيها المسجد الحرام، فيها ذكريات مرتبطة بالرسالات السماوية السابقة للرسالة المحمدية، فيها كذلك يعني ارتباط بالرسالة برسالة الجد يعني رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيها استحضار إعادة بناء هذا البيت العظيم الكعبة المشرفة التي أعاد بناءها سيدنا إبراهيم بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام. يعني فيها ما فيها من الذكريات، فيها ما فيها من الأمور الكثيرة. كذلك المدينة، والتي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني 13 سنة أكثر من مكة طبعا لما هاجر إليها، ونزل فيها أغلب يعني الوحي، فهي مهبط الوحي بعد مكة المشرفة. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، طيبة طابة المحروسة، دار الإيمان لغير ذلك من المحبوبة لغير ذلك من التسميات التي سميت بها يعني المدينة المنورة، التي كانت كما تعلمون تسمى يثرب، وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية عندما هاجر إليها وسماها المدينة، فهي الدار وهي الحبيبة وهي المحروسة وهي طيبة وطابة وطيبة. إذن لا شك أن المسلم بطبيعة الحال عندما يتذكر وعندما يتفكر يعني ما درسه أو ما سمعه من دروس أو ما يعني بلغه من أو ما قرأه في الكتب عن المدينة وعن آثارها وعن معالمها التاريخية إلى غير ذلك، فليس الخبر كالمعاينة كما يقال، ليس الخبر كالمعاينة. نحن عندما نتحدث عن الرسول ونتحدث عن المدينة ونتحدث عن تلك الآثار وتلك الأماكن المقدسة الطيبة، يعني تكاد القلوب تخرج وتكاد القلوب يعني تنفطر محبة وشوقا إلى بلوغ تلك الأماكن. فإذا ما توفرت الفرصة، وهذه الفرص يوفرها طبعا القدر الإلهي، لأن الإنسان يعني روحه وهي في الأزل في عالم الذر مكتوب لها يعني أن تأتي إلى هذا المكان وأن تلبي المولى سبحانه وتعالى وتحضر وتأتي وتزور هذه الأمكنة. تعلمون سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أعاد بناء البيت العتيق ولما أكمل بناء الكعبة خطبه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بأن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع يعني جميع المجالات وجميع الأصعدة روحية ومادية وحسية إلى غير ذلك وإيمانية. فقال ربي نادي في الناس بالحج، قال يا ربي كيف أناديهم وصوتي لا ينفذ، يعني صوتي لا ينفذهم صوتي لا يصل إليهم. فقال له المولى سبحانه وتعالى وأوحى إليه قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا ماذا؟ البلاغ. إذن فصعد سيدنا إبراهيم عليه السلام ربوة قريبة من البيت العتيق وبدأ ينادي الناس، أيها الناس هذا بيت الله تعالوا فحجوا، تعالوا فطوفوا، تعالوا كذا. قال السادة العلماء فلما بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنداء يعني وصل صوته
يعني أوصل الله سبحانه وتعالى صوته إلى كل روح، إلى كل بشر، إلى كل مؤمن كتب الله له هذا الزيارة والإتيان والمجيء إلى البيت العتيق. فلبت الأرواح نداء الخليل إبراهيم عليه السلام وهي في عالم الذر، وهي إذن يعني في الأزل قبل أن تلتحم بالأجساد، قبل أن تلتحم بالأبدان. فمن لبى نداء إبراهيم مرة زار هذا البيت مرة، ومن لبى نداء إبراهيم مرتين زاره مرتين، ومن لبى ثلاثا زار ثلاثا، وهكذا. طبعا وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، خص بها وعطاها وشرف بها خليله إبراهيم عليه السلام. مكتوب هذا، مكتوب عند ربي سبحانه وتعالى، فلان لفلان. أنت عندما أنت تحج سواء كان في الحج أو العمر لابد من الإحرام، أو الإحرام لابد ركن سواء كان في الحج ولا في العمر. نعم. فأنت طبعا بعد الإحرام وعندما طبعا تتجرد بالمخيط والمحيط كذا تبدأ في التلبية، شكا اشتورد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يا ربي ها قد لبيت نعم نداءك، وجدتك إلى هذا المكان راغبا في ماذا؟ طامعا في ماذا؟ في عفو ورضا وفي غفرانك وفي أن تتقبل ماذا؟ نسكي. ألم يقول المولى سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم وأرنا مناسكا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؟ شو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ المقام الرفيع والمقام الكريم، ورغم منزلته العالية يقول وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت تسعى وتذهب لهذا المكان وتأتي إليه طبعا لتستزيد من الخير، ولتنور قلبك وروحك، ولتتفاعل مع هذه الأماكن ومع هذه الأحداث، وتصبح ترى ما كنت تتحدث عنه وما كنت تتخيله، تصبح تراه أمامك، ترى هذه الأمكنة ويعني تسعى فيها وتمشي وكذا، وقد يكون المكان الذي أنت وطئته، قد يكون هذا المكان قد وطئه النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، ووطئته الصحابة، الإمام مالك بن أنس سبحان الله، شوف الناس العظماء يعني من السلف الصالح، الإمام مالك وما أدراك، كان إذا مشى في المدينة مشى حافيا، فعندما يسأل عن ذلك قال إني أخشى، تواضع كبير هذا، علماء كبار، قال إني أخشى يعني أن أطئ يعني موطئا أو مكانا ربما وطئته قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أستحي من ذلك، لهذا فأنا يعني أمشي حافي في المدينة. هذه الآثار وهذه الأمكنة لا شك فيها من القداسة ما فيها، وفيها من البركة ما فيها. فكما حرم الله سبحانه وتعالى مكة والمسجد الحرام على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، كذلك يعني حرم المدينة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا يعني في المدينة بالبركة في الصاع وفي المال وفي يعني وفي المد إلى غير ذلك، ويعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البركة في المدينة يعني مضاعف أضعاف مما في مكة. وشوفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى بعد يعني وفاته كذا اختار مش يتوفى في المدينة، رغم أن مكة هي مسقط رأس سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار مش يتوفى في المدينة. المهم أن مكة والمدينة طبعا كما قلت يعني قطبان ينجذبان، ينجذب الواحد منهما إلى الآخر، والمسلم ما بين هذا المكان المقدس وهذا المكان المعظم المقدس لا شك أنه سيجد هذا انشراحا كبيرا عندما يقف على معلم من المعالم التاريخية سواء كان في مكة أو في المدينة، ويستشعر يعني ويربط التاريخ المعاصر أو اللحظة الراهنة بالتاريخ القديم، ويسترجع. تشوف هذا عندما نقف على جبل أحد سنذهب إلى مسجد قباء أو مسجد القبلتين، صحيح أن البناء تغير بحكم طبعا مرور الزمن وكذا، البناء تغير ولا أفخم وربما يعني في زينة وكذا، ولكن المهم أن المكان لم يتغير،
المكان هو المكان، البناء ربما تغير، المسجد النبوي لم يكن على الحال التي كان عليها الآن، هذا أكيد، ولكن المكان هو المكان. ونحن عندما نتفاعل مع تاريخية المكان قبل أن نتفاعل مع الجدران، نحن نتفاعل أساسا على تاريخية مع تاريخية المكان. وهذا ربما سنستشعره ربما أكثر عندما نكون في يعني في البقيع وفي جبل أحد، لأن المكان يعني طبيعي. وأنت ترى أمامك جبل أحد، هذا الجبل اللي قال فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. دارت فيه تلك المعركة الكبرى المشهورة طبعا بعد غزوة بدر، غزوة أحد وما أدراك. هذا كله سنقف على تفاصيل طبعا، كل بحول الله كل معلم تاريخي سنزوره سنربطه بتاريخه، ويعني سنبين ما وقع فيه من الأشهر الأحداث إلى غير ذلك، لنقف على يعني هذا الأمر، ولنربط كما قلنا الحاضر بالماضي والقديم بالجديد. وهذا فيه طبعا لا شك أن فيه روحانيات كثيرة، وكما قلت لكم ليس الخبر كالمعاينة. فعندما ندخل مكة ومسجد الحرام، وعندما يعني ترى نفسك لأول مرة ربما تعرفون مشاهد الكعبة لأول مرة، فأحاسيس ومشاعر ما يكون شيء يعني نعم يا كعبة الحسن أرجو العودة ثانية، فأنت شوقي وفي ذكراك تحلاني. والكعبة تزهو بحلتها لا شك، ويطوف الجمع بهالتها، سترون ذلك، ويعني رؤية العين سترون الهالة، وستتمتعون بالنورانيات، وطبعا ستنشرح الأنفس وستسمو يعني الأرواح وتنتعش بهذه يعني الأماكن المقدسة وبهذه الذكريات الجميلة التي ستبقى ولا شك ذكريات في أذهانكم لن تنسى أبدا، لأن من زار ذلك المكان أو لمن زاره سيرى كأنه انبعث من جديد، كأنه انبعث من جديد. ثم ستبقى آثار السيارة في المخيلة لا تمحى أبدا. وإذا ما يعني رجع المسلم إلى بلده بعد الزيارة سيرى نفسه كيف بعد حين يعني يشعر بحزن، يود لو يعود من جديد، لأن البيت العتيق لا أحد من المؤمنين يقضي منه وطرا، كلما زرته إلا واشتقت إليه من جديد. والكعبة تزار ولا تزور، وهذا معلوم، الكعبة ما تجيكش لازم تجيلها، تزار ولا تزور، إلا طبعا استثناءات من رؤى بعض الصالحين الذين يرون أنفسهم في المنامات وفي الرؤى الصالحة أنهم يطوفون بالكعبة يقبلون الحجر الأسود، تلك طبعا منازل ومقامات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا منها، وأن يكون حضور يعني هذه الأماكن المقدسة المشرفة يعني بيننا في كل وقت وفي كل حين، سواء ذهبنا ورأينا ذلك وتمتعنا برؤية تلك الأماكن، أو رأيناها في المنام وتمتعنا بها في الرؤى الصالحة. وطبعا لا أطيل عليكم ب طبعا أمر الكلمة إلى الشيخ محمد البارودي، هذه بعض نفحات صغيرة، وإن شاء الله بحول الله كل شيء غادي، أكيد ثم دروس يعني مش تكون في مكة في المدينة، إلى جانب طبعا ما سنقف عليه من معلومات تاريخية كذا مرتبطة بالمعالم، كل معلم مش تحبته تاريخية كما قلت، ثم دروس طبعا تتناول ربما بعض الرقائق التي تغذي القلب وتنعش الروح وتقوي ماذا؟ الإيمان. إن شاء الله بحول الله يعني تكون سفرة باهية، وإن شاء الله نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه العبادة حتى نؤديها كما ينبغي، وأن طبعا يعني نأخذ طبعا من ذلك ماذا؟ الزاد الروحاني الذي يعيننا على أمور الدنيا والآخرة. إذا لا أطيل عليكم وحول الكلمة إلى شيخنا سيدي محمد البارودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا
بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية حقيقة أهنئكم وأهني نفسي وأهني شيخنا السيدي والمشرفين على هذه الرحلة، يعني بأن استطعنا الله سبحانه وتعالى لنزور هذه الأماكن المقدسة، لأن زيارة هذه الأماكن هو ليس مجرد صدفة ولا باجتهادنا، وإنما هو نداء وهبة ومنة من الله سبحانه وتعالى. تعرفون كم من إنسان ثري يملك المليارات ولم يحج، يموت ولم يحج ولم يزر حتى ولم يقوم بعمره، شو السبب؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى لم يريده أن يأتي ليزور بيته، كل واحد يزور بيته. وكم من فقير معدم يسخر الله له زيارة بيته، فهذه الزيارة يراه منها منا من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله. أول شيء علينا أن نشكر الله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه حتى نطمع في الزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى وعده حق، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ربما أنا مش نوصي بعض التوصيات اللي هي من الآن لابد من الانتباه إليها. أولا أن نقصد بهذه العمرة وجه الله سبحانه، لأن هذه عبادة، الإنسان ماشي بعبادة مش ماشي في سياحة كما يمشي لأوروبا مثلا الخدمات الراقية ويلقى، هذه متاع الدنيا. احنا الآن هنا إن شاء الله ربي يسر ماشيين في زيارة في عبادة للمولى سبحانه وتعالى، بالتالي حفت الجنة باش المكان، وحفت النار الشهوات. فعندك تمشي عبادة ربي، تقوم لصلاة الصبح وتمشي للجامع مثلا، ولا مش تمشي تصدق، ولا مش تلقى بعض العراقيل، هذيك راهي سبب فيها راهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. الشيطان هو اللي راهو يقول لك ما تصبرش على الأذى، ما تصبرش على المشكل هذا اللي لقيته، واعمل معناها عيط واعمل سب واعمل، علاش ليفسد عليك عن عبادتك. انا اريد على الاسف اما ناس يصيحوا على ما قص، هذه ما عندهمش ستر معناها لا كما عندنا احنا الحنفيات، جاي في سترنات فوق السطح في كل وقت يقص الماء عادي، معناها يعيط ويصيح كذا، ما لقاش الكار ما جاتش في الوقت يسب الدين وهو ماشي في عرفات، والله يقول في عرفات يسب الدين، فالواه ماشي يا رب، الواه ماشي. الانسان اللي باش يمشي غادي المليم اللي تنفقوا من الدينار والمليم اللي تنفقوا راهو باش يعوضوا لك ربي سبحانه وتعالى. فلوس الحج والعمره مسلم فيها مخلوفه، يعني هي النفقات اللي تنفقها في سبيل الله يعوضها ربي سبحانه وتعالى، فما بالك النفقات اللي تنفقها في سبيل الحج والعمره ان حافظت على هذه العباده واديتها على الوجه المرضي ليرضي ربي سبحانه وتعالى. على خاطر قداش من معتمر، شوفوا انتم قداش من معتمرين وقداش من حجاج، وراهو المقبولين الا من رحم ربه ياسر. او شوفوا الناس مش كل ماشي اللي خذا التأشيرة ومشى أدى المناسك أراه مقبول، لا لا، يرى أحد الصالحين رؤيا فأصابه هم وغم، شو يرى؟ وقت الحجاج مش كما توب الملاية، وقت الحجاج 600,000 أرى في المنام اللي الحجاج مقبل منهم ربي كان 600، الاخرين كلهم حاجتهم مردوده، لان احنا في التلبيه سيدي احمد يعرف يعني الملبي نوعان، ثم يقول ربي لبيك وسعديك
وثم بل يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ولهذا من الآن الإنسان اللي عنده فيسان يجب يطهره. أنا عديد المرات نلقى أبانا وأمهاتنا تلقاه مسكين يلم المبلغ نتاع حج وهو قيد أسنان وخرش والعام الجاي ما خرش وليقعد بسبع سنين وثمانية سنين وتسع سنين بعد باش يخرج. يخرج يفرح يمشي حج والفليسات هذوكم ما اداش عليهم الزكاة حتى عام. كيفاش يكون حج هذا؟ يقول عن جهل لا يعذر الجاهل بجهله. فأول خطوة دارت فيكم فقدوا فليساتكم هذوما اللي لميتوهم وتحبوا تعملوا بهم العبادة وربي سبحانه وتعالى طيب لا يقبل ولا طيبا، يلزمهم يكونوا خالصين ساعة من الزكاة. ما يلزمش يكون فيهم درهم نتاع ربا. ما يلزمش يكون فيهم عرق جبين نتاع عامل من العمال. ما وبعد يخاصمك ربي الأجير هذاك معناها النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمك يقول لك أنت خذيت أنا أجر هاك العامل وما خلصتوش فأنا خصمك يوم القيامة. واليوم يبدا ربي خصمه هل يفلح؟ لن يفلح. وبالتالي الانسان يلزم كما يتزود الانسان يرقى يلزم يعمل صار ويعمل اوراق ويعمل ملابس ويعمل مكلت ويتزود من جميع النواحي. يلزم يتزود بالمال الحلال يتزود بالعلم يلزم ها والحمد لله ان شاء الله الرفقه طيبه ان شاء الله ربي يبارك فيكم كل معناها الانسان ما يعملش حاجه دون علم والا كانت مردوده عليه اي غير مقبوله. الواحد تعب الانسان سفر والسفر قطعه من العذاب. الانسان انا احنا ما نكذبوش عليكم ونقول لكم لا راهو العمره هذه ولا السفره هذه راهي خمسه نجوم سكنه ومريحه. تقع المشاكل راهي الانسان حتى ساعات يمشي من هنا للمنزه في السيركيلاسيون يطلع للدم ويقول يا ليتني ما جيت الثنية هذه. في السفر هذه يلزم الانسان يوصيكم يوصي نفسي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يلزم تمشي من هنا كون شعارك هو الصبر. علاش؟ حتى لا ترد عليك عبادته. خاطر الانسان اللي يندم يمشي غادي يقول قداش من واحد يقول والله يقول عرفت هكا من منجيش. قداش من واحد قدامي مراه في الحافله ضيعت شاكت شلاك شنو تسوى 5 ريالات 10 ريالات. قالوا لها يا حاجه راهو ثم مثال عندنا يقولوا فيه والدوله فيه الناس مش سنه ولا اثر ولا حاجه اما مثل شعبي يقولوا لي ضيع حاجه غادي ونساها راهو يرجع لي. الله لا يرجع لي. هل يعقل هل يعقل هذا؟ معناها يا ريتو الشيطان كيفاش راهو الشيطان راهو بالمرصاد راهو اي حاجه تقع لك مشكل الشيطان نقول لكم حاجه اخرى الانسان باش الانسان معناها يتزود بالصبر احسن من هالتزودات الاخرى. يحكي لي احد المشايخ كان في الاقامه في المدينه وفي مكه معناها ميسوره الأربعينات والخمسينات والستينات يمشي في عمره ولا في حجه ويقعد غادي وياخذ الإقامة ويقعد. قال واحد من يعرفوه جماعة مشى أقام في المدينة، المدينة ما فماش كيفها في الأنوار المحمدية وراحة النفس اللي فيها وتعرف المسجد اللي فيها بألف صلاة وكل يوم يصلي في المسجد صلاة الجماعة وبلغ صلاة ويسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم و إلى غير ذلك. فقال مرة من المرات قالت المرأة والله اشتهينا العصبان خلينا نعمل عصبان. شيخ ذا دوار مش يعمل عصبان. هذا العصبان ما بتعرف ما يخفاكمش يلزمها في الحشيش ولا السلق والمعدوس ما نعرفش شنو كذا. قال مشى دار في كل المرشين ما لقاش المعدوس. اش قال؟ قال والله البلاد حتى المعدوس ما فيهاش. حتى المعدوس ما فيهاش. شو يصير؟ قال يجيني في الليل هاتف
يقولوا البلاد اللي ما بقيتش فيها المعدوس اخرج منها، اخرج منها. ما لا ابعد، ما اطرد، مش حتى ابعد، اطرد على كلمه ما لها ما عندهاش قيمه. بالقيد معناها بلقاش معدوس بصبرش عود يطيب هكاك ولا يبدل حاجه اخرى ولا كذا، يقول اي اش معزز نفسه البلاد هذه ما فيهاش معدوس، شنو البلاد هذه؟ لا سب ولا كفر ولا لعن ولا حتى شيء. شو العصبان؟ على شو عمايل؟ شو العصبان هذا؟ باهي بريت العصبان شعب. فالاحسان احنا نتعرض لبعض المشاكل كيف هكا تلقى ساعات يقول لك الكار الحمد لله الحمد لله بعد هي حلوه ياسر سمحني تفضل. حلوه ياسر هي فهمني. هو قال الكلمه هذيك وكذا وجاء الهاتف الليل قال اخرج من البلد اللي ما فيهوش معدوس تخرج منه. فعنده صاحبه هو معاه، الرجل شاف الرؤيا قام يبكي في الليل وكذا الصباح ويندب الرجل في التراب على راسه ما عادش. صاحبه اللي معاه مشى لسيدي المسجد النبوي قابل الشيخ قذيفه قالوا سيدي راهو هكا وهكا 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 الحكايه، راهو معايا فهمني صاحبي راهو قال الكلمه هذه هكا راهو خف عليه واحد قال له اخرج من المدينه. فنصحوا الشيخ حذيفه حسن حكى لي واحد قال له تمشي لل معناتها للاحد تقف معناتها قابل الشهداء احد وتدعي ربي سبحانه وتعالى وتتوسل بسيدنا حمزه رضي الله عنه لانه سيدنا يحبه بشر توسل به. فماش مسيرنا صلى الله عليه وسلم يعني مولى الدار، فماش مولى الدار، انه مولى الدار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ها يعفو عليك ويسامح. فعمل لك هكا الراجل هو محسن دم ياسر سيدي. فهكا هو ليلتها يقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. قال له قال له قل له قد عفونا عنك وانت في الغمره. سيدنا عليه الصلاه والسلام. فالإنسان اللي يحرص إنسانه ومن يصبر على الأداء خاصة تعرفوا المشكل ساعات في التطيب إذا كان مش طيب حاجة ولا مش شخص الحاجة ساعات تلقى المعاملات هذه ساعات واحدة تاخذ البان بتاع صاحبتها من غير ما تشاورها وتجي ما تلقاش معونة وما تلقاش كذا. راهو إنسان ما يفسدش عمرته ولا حاجته على خاطر 10 ريالات. كل يوم ناخذ بان وكل يوم ناخذ مقفول وكل يوم ناخذ حاجه وخلي تمشي وخلي تضيع والشلاكه مثلا خلي كل يوم ناخذ شلاكه واللي نمشي حافي وما انسان يتجرأش باش يعيط هو تقول له حتى في المسجد انسان باش يصيح منهي عليه منهي عليه يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى حتى باش تتكلم كان بلطف. المدينة كل استشعر فيها الحضرة النبوية كونه معاك راو ما تقولوش كما برشا ناس لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مات وانتهى لا راو مش مات وانتهى راو يسمع ويرد في السلام على من يسلم عليه ما تقولوش معنى بعض معنى الفرق رب إن شاء الله يتوب علينا وعليها يبصرنا بالواقع بالحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم مش كما سائر البشر قل لا ورب قال انك ميت وانهم ميتون كما موت النبي كما موت كيانا شتان بين الترى والثري معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كما الحادثة اللي صارت تو في صفاقس مثلا قال والله سيدنا القاوة معنى بجسمه وعظامه وشعره كما كانه مات الساعة بعد اكل مجلسنا قالوا لا هذا لا يصدق شو لا يصدق حالة على شادة نقول احنا هذه تقول الله يا عباد الله راه سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والأولياء الصادقين أي والشهداء توا معنا سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإنسان كان ينقلوه تو من قبره يلقوها من عظاما نخرة لا الشهداء يبقى حتى الكفل ما تاكلش الأرض وهذه واقعة معنا خبرني واحد في المدينة قال لي جو يحكموا في أطراف المدينة يلقاو الحصيد معناها كذا
ضربوا يلقى الراجل بالدم نتاعه، بالدم نتاعه. هاي ما تصدقوش. احنا في ثقتنا في رب سبحانه وتعالى تقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ما تقولوش ميت الشهيد. وهك علاش لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ها ملك الانبياء عليه الصلاه والسلام. فهنيئا لكم ان شاء الله بهذه العباده، تنمو وتبتغون بها ان شاء الله مرضات الله حتى يبارك لنا فيها، ونصبروا على بعضنا، نصبروا. راه ما تقولوش الانسان الباهي وقتاش تعب؟ كان في السفر. على سيدنا عمر بن الخطاب كي جاء قال: شكون يعرف؟ لا. قالوا: انا نعرف. قال: هل سافرت معهم؟ قالوا: لا، ريت في الناس اللي يصلي. قال: اذهب فانك لا تعرفه. اللي تعرف في السفر هذيك الحقيقه، باش يظهر على حقيقته، كيفاش يصبر، كيفاش يعاون، كيفاش الكلام نتاعو طيب، كيفاش يؤثر معناها الناس الكبار مثلا يهز معاهم باش يعاونهم. علاش؟ هذاك الانسان توا الانسان على ماشي عباره على ماشي يتاجر. الناس يتاجروا مثلا مثلا القماشات والذوبات وما نعرفش كذا. انت تمشي تاجر اللي عنده صحه يعاون هذاك المريض وهكذا كبير وهكذا الجاهل وهكذا كذا كذا. اللي عنده فلوس زاد كيف كيف الريال ب 100,000 ريال. اللي عنده زاد علم يوجه به الناس: اعملوا هذه وما تعملوش هذه. ونبتعدوا على حاجه اسمها الجدل. فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج كما العمر، العمره الامام الشافعي يقول هي من الواجبات. احنا الملكيه نقولوا سنه مؤكده، اما الامام الشافعي يقول هي فرض. واتموا الحج والعمره لله، قارناهما معا. فانسان كي ينوي، هذه يروح حتى من الحيل الفقهيه سيدي احمد يقول لك ينويها فرض باش يكون لاجرك. فانسان معناها يبتعد على الجدل. شنو الجدل؟ يقول: والله احنا قرينا مثلا العمره واجب. جيت تقول: لا دي سنه واحنا قريناها واجب سنه. نقعد نجادوا ونفسدوا معناها عبادتنا كانت واجبه وكذا. لا الاحرام من الميقات، ولا الاخر يقول لك لا الجايز، والاخر يقول لك معناها والعياذ بالله. نقعدوا معناها نفسدوا اعمالنا معناها بسبب حاجه لا قيمه لها. نختلفوا. شنو اللي يلزم؟ كي تلقى انسان يجادل والانسان يناقش وشاد صحيح، اسكت عليه، ما تجادلوش، ما تقولوش انا نعرف. اذا كان هو يسمع منك تقول راه الحرام الى الميقات راه واجب، ما تجاوزش الميقات، راه مثلا ممنوع الطيب مثلا، ما نعملوش الطيب والصابون المسك ولا ما نعملوش بعد الاحرام راه ممنوع. يقول لك: لا ما يسالش، وهو كلها في رخصه. الانسان يجي يقول لك الطواف حول الكعبه لا يشترط فيه الطهاره. قول له: بارك الله فيك، انا راني نحب نطوف طاهر، لان الطواف كما الصلاه. هذا المذهب الجمهور. اذا كان ثم حاله خاصه وقول خاص ولا قول ضعيف ما نقعدش نناقشوا فيه. احنا نحبوا نبنوا على عمرتنا على القول الراجح والقول المشهور وقول الجمهور باش ربي سبحانه ويتقبلها. وهكا شوف كما قال سيدنا احمد، سيدنا ابراهيم هو يبني في الكعبه لا مقابل، والتعب والجوع والعطش، وبعد يقول: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. معناها ما يعرفش العمل هذا مقبول عند ربي ولا مش مقبول. كان مقبول فقد سعد وفاز ونجح، واذا كان مش مقبول التعب والجوع والعطش ويزيد العمل يمشي هباه منثورا. لان كما قال ربي سبحانه وتعالى في حق الكفار: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ما يثمرش، لا يستفيدون من هذه. قداش نسمع على تو الناس يمشوا عمرات كل عام وحج كل عام كذا. اذا كان هو مخلص وادي فيها لله وفي سبيل الله هنيئا له، هذا يغبطه. وكان هو كما بعض الناس يقول لك: انا نكسب بها اسم، انا نحب
باش يقولوا الحاجه فلان.